دعوه. أقول لك ما قال عمر، أقول لك ما قاله عمر رضي الله عنه، قال إن رأيتم مني عوشاشا فخوبوني. هذا أمير المؤمنين رضي الله عنه. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر. هذا ما روي في كتب السنة. والله ثم بالله لولا غيرتنا على كرامة المطر ولولا حرصنا على عرض نسائنا لما توهجتنا اليوم لفتح هؤلاء الجمعة الفتنة. الفتنة الفتنة هلكنا بالفتنة. ما معنى الفتنة؟ ومعظم الشباب لا يشدون قوتهم. معظم الشباب هشروا ثم جوج كلمات يقول لك الفتنة. أي فتنة من العري على التلفاز؟ أي فتنة؟ مواسيم بملابس عارية بأجسام عارية على قنوات دولة تحسب نفسها دولة إسلامية. لا أبدا، لن نصبر ولم نركع إلا لغير الله. لأن المخابرات تفقوا اليوم كلهم بس حيت الله سبحانه وتعالى. هذا الله سبحانه وتعالى جعل من هذا الحراك الشعبي عظيما مباركا مقدسا. لماذا؟ لأننا نطالب بأبسط حقوق العيش الكريم. فيأتينا دجال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوف ما أخاف على أمتي أئمة المضلين. ها هم كأنهم بيننا.